حلقة جديدة من سوريا اليوم، وفيها أول قتل في احتجاجات السويداء برصاص الأمن، وانتفاضة في إدلب ضد تحرير الشام. في محورنا الأول، وقع المحظور وحصل ما لم يكن متوقعا، يسقط أول قتيل في احتجاجات السويداء المستمرة منذ نصف عام، يمارس النظام سلوكه المعتاد في قمع من يعارضه، يطلق عناصر الأمن النار على محتجين تظاهروا أمام صالة للتسوية أرادها النظام جزءا من الحل في المحافظة المنتفضة، يصر المحتجون على مواصلة سلميتهم مصممين على الاستمرار، في حين تطرح الأسئلة حول الأيام القادمة، هل يصعد النظام من سلوكه الإجرامي بحق المتظاهرين؟ وما هي الخيارات أمام المنتفضين في المحافظة؟ أما في محورنا الثاني، ومن الجنوب إلى الشمال، ينتفض سكان إدلب من جديد ضد ممارسات هيئة تحرير الشام، يرفع المتظاهرون الصوت عاليا في وجه حالة القبضة الأمنية بعد أن تكشفت ممارساتها المرعبة للمعتقلين في سجونها، ينادي المتظاهرون برحيل قائد الهيئة أبو محمد الجولاني، ويطالبون بالكشف عن مصير المغيبين في السجون. ينعكس الصراع داخل الهيئة في شوارع المدينة، صراع محوره ما عرف بقضية العملاء الذين تم الإفراج عن جميع المتهمين فيها. فهل تتوسع رقعة الاحتجاجات؟ وكيف ستتعامل معها الهيئة وما انعكاساتها على المنطقة في المستقبل؟ أهلا بكم في سوريا اليوم. قال مراسلنا إن متظاهراً قتل بعد إصابته برصاص قوات النظام خلال محاولتها تفريق مظاهرة خرجت في محاولة لإغلاق ما يعرف بمركز التسوية في مدينة السويداء. وأشار المراسل إلى إصابة متظاهر آخر نقل إلى المستشفى وما يزال يتلقى العلاج. هذا وتشهد المحافظة حالة من الغضب الشعبي عقب إطلاق قوات النظام النار على المتظاهرين. على أعتاب مرحلة جديدة يقف حراك السويداء ضمن سيناريو مؤجل اضطر نظام الأسد إلى تأخيره نظرا لتطورات إقليمية ودولية أجبرته على السكوت كمدا في مواجهة الحناجر الصادحة بأصوات الحرية وعدم استخدام العنف في قمع المظاهرات بعد دخولها شهر السابع على التوالي. وأمام إصرار الحراك الشعبي على المضي قدما حتى تحقيق مطالبه تدخل المظاهرات بعدا آخر مع إعلان مقتل أول المتظاهرين وإصابة آخر برصاص قوات النظام في أثناء محاولتها تفريق مظاهرة خرجت في محيط صالة السابع من نيسان، حاول خلالها المتظاهرون إغلاق مركز تسوية تابع للنظام افتتحه في المدينة. وربما يأتي ذلك في إطار التطور المنطقي لطبيعة المحافظة وطبيعة الظروف التي فرضت آلية جديدة لتعاطي قوات النظام مع الانتفاضة الشعبية، وربما كانت عودة النظام للاحتكام إلى السلاح ضرورة ملحة في العقلية الأمنية، ولا سيما عقب تصاعد الحراك خلال الأيام الماضية وإصرار الأهالي على اقتحام جميع المقار والمراكز التابعة لحزب البعث وإخراجها عن الخدمة، فضلا عن أعظم الجرائم التي لا يمكن الصفح عنها وهي حرق صور رئيس النظام ودوسها تحت أقدام المتظاهرين. مشهد قد لا يمكن التنبؤ بما سيؤول إليه، ولا سيما أن القائمين على حراك السويداء أثبتوا خلال تجاربهم السابقة كفاءة في عدم الانجرار وراء المساحة التي يبحث عنها نظام الأسد وعدم إعطاء أجهزته الأمنية أي ذريعة لاستخدام العنف، ولا سيما أن الثمن بات يقرأ بوضوح عبر ملحمة من القتل والجريمة عبرت جميع المحافظات السورية قبل السويداء، وما زال العالم يتابع بصمت تفاصيلها من دون أن يحرك ساكناً، وهو ما بدا في أول ردود الفعل على الحادثة من قبل الرئيس الروحي لطائفة الموحدين الدروز حكمة الهجري
الذي وصف عملية القتل بالغدر، داعياً الأهالي للحفاظ على المسار السلمي لحراكهم ضد النظام. ينضم إلينا من السويداء دكتور جمال الشوفي، أكاديمي وباحث سياسي وأيضا عهد مراد وهو صحفي من لاهاي. مرحبا بكما. أبدأ مع ضيفي من السويداء دكتور جمال، تفسيرك لما حصل اليوم بحسب رواية أهالي السويداء وأنت موجود في المنطقة. مساء الخير، شكرا لتلفزيون سوريا على هذه الاهتمام وهذه المتابعة لأحداث السويداء يوم بيوم. الحقيقة لا يوجد تفسير إلا ما هو ما فسر منذ 18/3/2011 عندما تم اغتيال شباب درعا وأطفالهم، لغاية اليوم أجهزة القتل شغالة في سوريا، توقفت فترة من الفترات ولكنها مستمرة في إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين السلميين بشكل دائم، سواء كان هذا الإطلاق بشكل مباشر أو مفتعل أو بطريقة غير مباشرة. الحقيقة في نقطة هامة جداً، أبناء السويداء طوال 6 شهور، دخلنا بالشهر السابع أو أكثر قليلاً، متمسكون بإرادتهم الحرة وبوعيهم العام بالسلمية وبالتمسك بالتظاهر السلمي وحقهم في التظاهر السلمي لإسقاط هذا النظام والدخول في مرحلة انتقالية تفضي إلى دولة الحق والقانون لكل السوريين. صحيح أن هذا النظام طول الفترة الماضية لم يلجأ إلى العنف إلا في هذه المرة وقبل في عند فرع الحزب البعث حوالي 4 شهور، لكن ندرك جيدا أن معادلة النظام هي الخاسرة في معادلة العنف تماما. هو يدرك جيدا أن معادلة العنف هي معادلة خاسرة، وأبناء السويداء بالمقابل متمسكين بالسلمية ويدركون جيدا أهمية السلمية في إسقاط هذا النظام بعد أن بات ملف سوريا حرب متحدة العربية، وأوضحت
وكشف كذب وزيف هذا النظام سواء بالدعايه لحمايه الاقليات او الديمقراطيه. نعم دكتور جمال، ما هي روايه النظام حول ما حصل اليوم؟ الصوت يبدو انه يتقطع معك. يستخدم ظاهر بشكل مباشر او غير مباشر، كيف يمكن الصوت يتقطع؟ انا اسف، يمكن النت الانترنت، بالتاكيد هناك صعوبات بالانترنت لديكم، لكن ريثما يتم معاوده اتصال ربما يصبح الصوت افضل. اسمح لي ان انتقل الى ضيفي من لاهاي الصحفي عادل مراد، ارحب بك من جديد. ايضا اريد يعني رؤيتك لما حصل اليوم، هل فعلا النظام بدا بمنهج جديد ضد اهالي السويداء، ولماذا بدا الان بعد كل تلك المده من التظاهرات؟ مساء الخير يا شكرا على الاستضافة. بتقديري الشخصي النظام لم يبدأ مرحلة جديدة على الإطلاق. حصل الشبيه لهذا في أثناء محاولة الدخول إلى فرع حزب البعث منذ 4 أشهر. آنذاك الرصاصات لم تصب المتظاهرين، اليوم أصابتهم، لا شيء تغير بتقديري الشخصي. بتقديري الشخصي معادلة النظام هي منذ 6 أشهر حتى الآن، هو لا يهجم على المتظاهرين في ساحات الكرامة، ولكن ينتهز فرصة دخولهم إلى مقار لها رمزيتها ليقول أنا موجود، أنا أريد أن أدافع عن نفسي، لكم ساحتكم ولي مقاري، هناك خطوط حمر بالنسبة لي. هذا ما أعتقده حقيقة، لا أكثر ولا أقل. وبالتالي إذن إطلاق النار اليوم كان بسياقه الطبيعي، لم يكن المقصود إطلاق النار على الأهالي؟ لا، هو مقصود إصدار رسالة للأهالي بعدم تجاوز ما يراه النظام خطوطا حمرا وضعها للمظاهرات. هذا بتقديري الشخصي. وبالتالي كان سماحة الشيخ حكمة الهجري قد وجه رسالة منذ أشهر بالقول ابقوا في ساحة الكرامة، أعتقد أنها كانت نابعة من فهم سماحة الشيخ لنوايا النظام في وضعه حدودا معينة لحراك السويداء لا يريد للشارع تجاوزها. باعتقادي أيضا أن النظام هو ليس لديه مصلحة في الدخول في حلقة عنف السويداء، ليس لأنه يخاف من السويداء، ولكن لأن ما هو قائم الآن لا يشكل عبئا كبيرا عليه بالدرجة الأولى، وبالدرجة الثانية هو غير مضطر أن يخسر سرديته التي بنى كل عمليات الإجرام التي استمرت عبر 12 سنة بقتل السوريين من خلال سردية واضحة وثابتة، هي السردية التكفيريين والإسلاميين وإلى ما هنالك. يستطيع أن يصبر كثيرا مقابل أن يحافظ على سرديته التي يحتاجها ليعود شرعيا في منصات عدل. لكن الخطوط الحمراء التي تحدثت عنها أستاذ عهد، ما هي اليوم بالنسبة للنظام؟ كانت الخطوط الحمراء هي مجرد المظاهرات والخروج والمطالبة بمطالبات الشعب السوري كله، يعني ليس فقط أهل السويداء، الحرية والكرامة وإلى آخره. هل الخطوط الحمراء اليوم بالنسبة لاحتجاجات السويداء باتت مختلفة؟ بطبيعة الحال قلنا أنه السويداء يتعامل معها النظام من ناحية سردية مختلفة وليست بخصوصية مختلفة، وهذا مختلف وسياقه السياسي. لديه الآن فرع الحزب والمقار الأمنية، مركز التسويات الآن يعتبر مقرا أمنيا، لأن من يقوده ضمن عملية أمنية، من يقوده ضمن عملية أمنية. وبالتالي بتقدير الشخصي النظام يريد أن يقول لأهالي السويداء بشكل مباشر افعلوا ما شئتم وابتعدوا عن فرع الحزب، وليس شعب الحزب، فرع الحزب والمقار الأمنية أو الأفرع الأمنية. ماذا يريد أن يقول من ذلك؟ أصلا النظام من ماذا يتشكل؟ يتشكل من حزب البعث ومنظومة الأفرع الأمنية، فهو لا يعنيه عدا ذلك شيء في السويداء، ليحافظ على مركزيته حتى لو كانت هشة أو لينة. أكرر أقول هذا تقديري الشخصي، ما عدا ذلك هو غير مضطر أن يدخل في أي نزاع. دكتور جمال، أعود إليك. كنا نتحدث إذن عن أن ما يحصل اليوم هي ربما ليس بغريب على تصرفات النظام في السابق، لكن ماذا أو كيف سينعكس هذا على انتفاضة السويداء، على أهالي السويداء؟ هل سيزيد من يعني إرادتهم في الخروج بتلك المظاهرات؟ ما هي الخطة اليوم للأهالي؟ سمعت الشيخ حكمة الهجري قال عن المرحوم جادو
جواد عفوا جواد بأنه شهيد الواجب. ما يقوم فيه أبناء السويداء سبق وتكلمت عنه أنه أضعف الإيمان في حلقة من حلقات المرحلة السورية اللي تكاتفت فيها كعقدة دولية وإقليمية باتت الحلول فيها معقدة جدا. ما يقوم فيه أبناء السويداء بشكلهم السلمي اليوم هو تعبير عن إرادتهم الحرة برؤيتهم النهامي باتجاه كيفية إسقاط هذا النظام حتى وإن طال الزمن. النقطة الهامة اللي ممكن نحكي فيها باتساب، يمكن من فترة عم بحكي بسيكولوجيا الجماهير لكوستاف لوبون الذي يتحدث فيها عن غريزة الجماهير عندما تصبح في سيل. أنا سأتكلم بهذا الاتساع وأرجو أن يسمعني أبناء السويداء والسوريين. نحن مش أمام غريزة قطيع، نحن أمام سيل من الحرية ومن التمرد جارف، سيل من الناس بلغ القهر عند حده الأقصى، سيل من الشباب المقطع به السبل أمنيا واقتصاديا وحياتيا، سيل من الأسر الفقيرة مش بس بالسويداء بكل سوريا. لن أتحدث وسبق تحدث عن 13 مليون سوري مهجر، عن 40% من البنية التحتية مدمرة، عن من مدن بكاملها دمرت. لن أتحدث أطوال 12-13 سنة عن ملايين الوثائق التي تدين إجرام هذا النظام. وبالرغم من هذا الشيء نحن بوعينا الجمعي برؤيتنا السياسية متمسكين بالسلمية كأقوى نقطة عليها في النظام اختراقه. حقيقة محاولة السويداء هي محاولة قائمة من أول انفراق، ولكن لا يمكن لهذا النظام، أنا أعتقد أنه يسهر ليلا ونهارا، سابقا في أكثر من حواري على محطات تلفزيونية متعددة، لم يستحي أو لم يخجل رجال النظام الذين يبثهم الإعلام بالقول أن النظام يمكن القتل. النقطة الهامة جدا على هذا النظام أن يدرك جيدا أنه لا يمكنه الاستمرار في المقتل السوري إلى ما لا نهاية، لا يمكنه ذلك، ولا يمكنه حكم أن تبقى من السوريين في الداخل بالحديد والنار، ولا يمكن أيضا بذات الوقت أن نقول بكلام مهم بلغنا من العقل وبعض ما بلغنا من الوعي أن لا نتعامل مع سبيلوجيا الناس بطريقة حكيمة وحصيتي. عليه أن يتنحى هذا النظام من سلطة سوريا. طب دكتور جمال، يدخل في مرحلة انتقالية جديدة. يعني الصوت عاد للتقطع، لهذا أريد أن أخذ أجوبة بشكل بسيط وقصير منك. بالنسبة لأهالي السويداء كنت سألت ما هي الخطة في المرحلة القادمة بعد ما حصل اليوم، وبالنسبة للنظام هو كما قال عهد قبل قليل لديه خطوط حمراء، يعني تظاهروا وفعلوا ما شئتم، لا تقتربوا من المواقع الأمنية. هل سيلتزم أهل السويداء بهذه الخطوط الحمراء بالنسبة للنظام أم هناك خطة جديدة؟ الخطة العامة لأبناء السويداء هو استمرار في التظاهر السلمي. هذا لا يعني أنه لا توجد مشروع، لا توجد إنتقالات تطالب بكل يوم برحيل هذا النظام خطاته الأمنية من السويداء. هذا الانفعال موجود، ولكن يحتكم أبناء السويداء بالنتيجة لعقلهم الجمعي تحت ثلاث نقاط. أبناء السويداء تاريخيا يحبون العيش بسلام وكرامة، ويختارون عن رضا حسن الجوار والعلاقات والحرف ولغة الحرف، اللهم إلا إذا فرضت عليه. فمن حيث أبناء السويداء هم متمسكون بالسلمية ويبتعدون عن أي مصادر عنفية. هذا حزبي ويأخذ تقارير اللي عم تكتب تقارير حزبيين بالآلاف، مش في الشوارع يكتبون تقارير بأبناء السويداء، يكتبون تقارير بعضهم، يكتبون تقارير من يعمل تسويات. للأسف الصوت يتقطع بشدة، يعني بالكاد أستطيع فهم الفكرة. بكل الأحوال يعني نحن نعلم ظروف الإنترنت والاتصالات لديك، شكرا بكل الأحوال لي يعني تلبية هذه الدعوة. اسمح لي أن أنتقل لضيفي عهد من جديد. سيد عهد، يعني اليوم إذا نحن أمام تحدي جديد بالنسبة لأهالي السويداء، هم يحاولون أن يطوروا في هذا الحراك الذي هو أصلا مستمر منذ نصف عام تقريبا، محاولة دخول
مراكز أمنية، مركز حزب البعث، أيضا مراكز تسوية التي يقول عنها النظام. وبالتالي هل نحن أمام مرحلة جديدة وإلى أين ستودي بالسويداء؟ لا أتخيل أن هناك مرحلة جديدة ستذهب إليها السويداء. أعتقد أن الأمور ستكون يعني أشبه إلى زوبعة في فنجان من الانفعالات يوم غد وبعده، وسيعود كل شيء إلى ما كان عليه، مظاهرات سلمية بحالة مركزية. هذا تقديري الشخصي، ليس لدي أي معلومات وقد أكون مخطئ، ولكن تقديري أن المسألة ستعود إلى ساحة الكرامة بسلميتها دون محاولات احتكاك، ولن يكون هناك مرحلة جديدة في مظاهرات السويداء. ما يمكن وصفه بمرحلة جديدة هو تغيير التكتيكات التي يقوم بها أهل السويداء. منذ فترة بدأنا نرى حراكهم النقابي، وبالتالي وتأسيس كتل والتجمعات والتجمع المهني وما شابه، بمعنى التطوير المدني لحراك السويداء، إيجاد تكتيكات جديدة يظهر فيها أهالي السويداء أن بعد تجربة 12 سنة مع النظام لا يستجيب لمطالب سلمية ويقمع أو ويستخدم الحديد والنار في مطالب أخرى، يجب أن تمتلكي أدواتك بطبيعة الحال. حقيقة من الصعوبة في مكان القول ما هي الأدوات السليمة لإنجاز ما يمكن إنجازه أو لإيجاد أي حل، لا سيما بأن هناك مجموعة من التوازنات الدولية. أعتقد السويداء حملت أكثر بكثير مما يجب أن تحمل ومما تستطيع أن تحمل، فالاستمرار بحد ذاته هو نضال. قدرتهم على البقاء بهذه السلمية حتى الآن نضال. أعتقد أنهم سيستمرون في التحول المدني وباتجاه تشكيل التجمعات النقابية والمهنية والضغط على النقابات ومحاولة إعادة الأشياء إلى نصابها ما قبل 1970، ألا وهي أن يكون للنقابات دورها الرسمي، أن يكون للمؤسسات استقلاليتها وإلى ما هنالك. وهو يعني فيما يعني محاولة إيجاد تسوية ما لفرض طبيعة خاصة في السويداء لهذه النقابات ولغيرها. المسألة معقدة طويلة الأمد، الناس ليس لديها حلول سحرية، لكن نضالها المتمثل بالرغبة في الاستمرار، الرغبة في البقاء في الشارع، هذه القوة الفظيعة. يعني أنا 6 شهور مثلا أعتقد في وجوه شوفها كل يوم في قتال، في تمسك بإرادة الحياة وإرادة والإرادة السلمية أيضا. يعني أهل السويداء يعرفون ما هي مكامن الخطر ولا يذهبون إليها. لا يذهبون إليها ليس لأنهم يخافون من الخطر، لا على الإطلاق لا يذهبون إليها لأنهم لا يريدون أن يعطوا خصمهم ورقة لا يجب أن يعطوه إياها. حصل ما حصل اليوم وهو مؤسف ويدمي القلب حقيقة. المواطن الفقيد جواد الباروكي، رأيت عدد كبير من الصور له في المظاهرات وهو أعزل يصرخ، لا نعرف كيف القدر ساق العملية حتى وصلت إلى هنا، ولكنه مات برصاص الأمن بشكل واضح ودون نقاش. هل سيعطي أهل السويداء ورقة للنظام ويذهبون باتجاه تصعيد غير محسوب وندخل في فوضى عارمة؟ لا أعتقد أننا سنذهب إلى هذا المكان، وبالتالي لا أعتقد أن هناك احتمال لانعطاف حقيقي في مسار حراك السويداء، ولكن ستعطي الحالة زخما إضافيا للحراك. شكرا جزيلا لك عهد مراد، صحفي كنت معنا من لاهاي ومن السويداء. كان معنا دكتور جمال شوفي، أكاديمي وباحث سياسي. شكرا جزيلا لكما. فاصل قصير ونكون بمحورنا الثاني.